طلب النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستثمار مناسبة القمة الإسلامية المقررة يوم الأربعاء في اسطنبول وإعلان إنهاء الانقسام الوطني نهائيا وبكل مظاهره وظلمه والتحلل التام من اتفاقية أوسلو وكل مترتباتها القانونية والسياسية والأمنية، وإعلان فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية دولة تحت الاحتلال، ودعوة الأشقاء كافة والأصدقاء للاعتراف رسميا بدولتنا وعاصمتنا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012. كما دعا دحلان الرئيس الفلسطيني إلى عدم التفريط في تلك اللحظات الاستثنائية تحت وهم سلام مزيف. وفي البيان قال دحلان إن محاولة المساس بملف القدس أعادت شحذ عقول ومشاعر الأجيال الجديدة بجذور وأصل الحقيقة بعد مرحلة من الركود والجمود والإهمال. وطلب بمضاعفة الحراك الشعبي السلمي إلى جانب العمل السياسي والدبلوماسي المكثف مع ضرورة الامتناع التام عن استخدام السلاح في هذه المواجهة لتجنب الانجرار وراء مخططات الاحتلال الرامية إلى تأجيج دوامة عنف جديدة تغطي بها هزيمة قرار ترامب. حول بيان النائب محمد دحلان معنا هاتفيا الأستاذ ماهر مقداد القيادي في حركة فتح. أحييك أستاذ ماهر، جملة من المحددات والخطوات إذن طرحها القيادي الفلسطيني محمد دحلان لمواجهة القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، من بينها دعوته الرئيس عباس إلى استغلال هذه اللحظات التاريخية وإنهاء الانقسام الموجود، هل برأيكم سيستجيب الرئيس عباس وينتهز هذه الفرصة فعلا؟ أولا أنا أتمنى أن يستجيب، يعني هذا الموقف الوطني المتقدم من الأخ محمد دحلان وهو أكبر خصوم أبو مازن السياسيين يعكس يعني مستوى متقدم من المسؤولية الوطنية وشعور بخطورة اللحظة، وبالتالي هذا الأمر متروك للرئيس أبو مازن. وأنا شخصيا يعني كمواطن فلسطيني أعتقد أنه ليس أمامه خيار إلا أن يلب الشمل الفلسطيني سواء داخل حركة فتح أو حتى إنهاء الانقسام فيما يتعلق بالعلاقة مع حماس وقطاع غزة وتوحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه اللحظات الحاسمة القادمة في إطار برنامج وطني واضح ومحدد، لأنه حتى اللحظة الموقف الفلسطيني هو مبهم غير واضح. الشعب الفلسطيني لا يعرف ماذا تريد القيادة وكيف ستواجه هذه المعضلة الخطيرة. على كل الأصعدة ليست الداخلية فقط، هناك احتمال وإمكانية فعلا كبيرة إلى تحويل هذه المنحة إلى محنة، المحنة عفوا إلى منحة حقيقية يستفاد منها الشعب الفلسطيني قبل أي أحد. هذا واضح، يعني ربما قبل هذه الأحداث كانت القضية الفلسطينية غائبة أو مغيبة في كثير من المحافل حتى العربية منها. الآن نحن أمام يعني لحظة يمكن أن نلتقط هذه العودة، عودة الروح إلى القضية الفلسطينية من جديد والتفاعل والتعاطي معها حتى على المستوى الدولي. لدينا مواقف متقدمة من الاتحاد الأوروبي، من بريطانيا، من غير يعني أطراف عديدة جدا أحيت القضية الفلسطينية. إذا تعاملنا بمسؤولية مع ما يدور الآن، إذا هذه هدية قدمت من ترامب للشعب الفلسطيني من جديد، وإذا أسعنا التعامل معها نكون قد أعدنا الشعب الفلسطيني إلى خطوات كثيرة إلى الوراء. هذا مطلوب من القيادة، أن تتعامل بمسؤولية كبيرة وأن تستفيد من حالة الهياج الشعبي الفلسطيني والعربي والدولي لتحوله إلى صالح الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك أستاذ ماهر على انضمامك لنا.